ابعاد تألق للمدافع في الكرة الماضية. هذه الكرة لازالت خطيرة، اللحظات الأخيرة جول جول يسجل النصر، يستغل الأفضلية النصر ويستغل الوصول، وطارق أحمد الجزراوي سابقا يسجل الآن، وبالتالي يتقدم العميد، يتقدم النصر بهدف جميل، هدف جميل بدأت حكايته بهذه الصورة. الكرة كانت عالية من بابلو هرنانديز، وصلت في المكان الآخر إلى بريت هولمان، لكن التمويه المراوغة في هذا المكان الآن الممتلئ والمزدحم بالأقدام، يضع الكرة بعد ذلك في الزاوية الضيقة جدا، يسجل هدف المباراة الأول، وبالتالي يتقدم النصر. اللي كنا نتكلم ونقول بأن النصر في كل محاولات النصر للأمانة في الشوط الأول كان من رجالات وكان من أبرز لاعبي الشوط الأول في مباراة هذه الأمسية. علي خسيف في مرمى الجزيرة كان في الشوط الأول يستمر، وهذه كرة خطيرة، فرصة، الله الله، ياهو، هدف جميل للجزيرة، هدف في غاية الروعة، يسجله فوتشينيتش ويعيد الجزيرة إلى المباراة، ويعيد المباراة إلى نقطة البداية. انطلق في الكرة الماضية ما كان لكن التفكير، التفكير الجميل، شوف الكرة الجميلة من عبد الله موسى مرت من الكل، وجدت المونتينيغري، نظر المرمى وشاف شامبي متقدم، يا دوبة متقدم، ركن الكرة. المباراة لازال كل فريق بالتشكيلة اللي بدأت في الشوط الأول، خطيرة خطيرة، جول جول، يفعلها فوتشينيتش، يفعلها فوتشينيتش في الشوط الثاني، والجزراوي شكل ثاني في الشوط الثاني، نعم الجزراوي شكل ثاني في الشوط الثاني، ودائما كلمة السر عند الجزراوية الشوط الثاني، الشوط الثاني 34 هدف في الشوط الثاني، والآن الآن 17 هدف لفوتشينيتش من أصل 23 هدف تأتي في الشوط الثاني، لكن ياخذ الكرة، يتقدم أمام مراقبة لصيقة، يتقدم الكل، يسدد الكرة، تصطد في شامبي يفكر أنه يسدد ولكنه تقدم وعاد الكرة إلى جوناثان أبي ترويبا، وهذه خطيرة، فرصة، أجمل 17 دقيقة للجزيرة ربما هذا الموسم، أداء كبير وثلاثية لفخر أبو ظبي، وانقلاب كبير جدا في الشوط الثاني من المباراة. الجزيرة يصول، الجزيرة يجول، الجزيرة يقدم 17 دقيقة في غاية الروعة وغاية الجمال. ولاحظ الكرة الماضية بترويبا، بترويبا نقل الكرة، مانويل أنزيني وأهدى زميله البوركيني، بترويبا قصة الهدف الثالث، بداها الأرجنتيني وأنهاها البوركيني، يعني يغيب ولكن غيابه أطول من حضوره. هذه محاولة عالية خطيرة جدا، لا زالت جول جول، يعود النصر الآن، يعود النصر الآن في توقيت جيد كذلك، في توقيت ممتاز في الدقيقة 75 أو 76. إبراهيم توري قبل ثواني كنت أتكلم عن توري، أحيانا يظهر لك في مناسبات كبيرة وأحيانا يغيب، لكن ما غاب، ما غاب، حضر في الكرة الماضية. العرضية جميلة والنهاية أجمل، وبالتالي يقلص الفارق فريق نادي كرة قائمة الآن. العيناوي إلى 46 نقطة، والجزراوي الآن يحاول، وهذه كرة خطيرة، جول، هدف جزراوي رابع، هدف جزراوي رابع
واليوم بترويبا يلعب مباراة عن كل مباريات الماضية. بترويبا يسجل الثنائية والجزيرة في الشوط الثاني فقط يسجل رباعية كاملة مكملة كاملة مكملة. كرة قوية جدا داخل منطقة الجزاء لكن ملعوبة. يا سلام يا سلام على روعة صناعة الكرة من ميركو فوتشينيتش. يا جماعة هذولا أجانب يريحون يريحون. عندك أجانب، عندك لاعبين، عندك فوتشينيتش، عندك جوسيلي، عندك لانزيني، والآن يعود إلى الواجهة.